كيما عييت معاه والو ما حبش يقول لي واش بيه. وحتى العشاء كيما سقات له اختو سونيا كيما قعد ما حبش ياكل. ما نريح ما نتهنى حتى نعرف واش بيه. وانت علاه تقلقي روحك؟ راك تعرفي اللي ضايع في صلاح هو عاقل، ومن الغدوه ان شاء الله ربي يعمل تاويل ان شاء الله. وسمير وين راه؟ سمير راه في البيت الصغيره يراجع في الدروس نتاعو. عثمان وي الدراهم اللي كانوا في الخزانه راني ما صدتهمش. دراهم دراهم انا اللي اديتهم. بصح ماشي موالف تدي بلا ما تخبرني. كنت رايح نخبرك وهاكي سبقتيني. واش فيها؟ وهذا الدراهم كامل واش عملت بيهم؟ واش عملت بيهم؟ صرفتهم. صرفتهم كامل كاش ما شريت؟ شريت موتور جديد للطوموبيل. موتور جديد؟ وعلى اللي كان فيها واش بيه؟ اللي كان فيها اللي كان فيها طاب جنانو، رجع يبلع الزيت بلا حساب. وقريب يكولي. على كل حال هذا واش خلي الميكانيسيان هاد العشيه. انا عمري ما سمعتك تشكي من الموتور ولا من الزيت اللي تكلم عليها. ما سمعتيش واش فيها كي ما سمعتيش؟ ولا كل حاجة تحبي تسمعيها وتعرفيها؟ يا عجبة طونوبيلي جديدة ما يجيش في بالي الموتور ديالها يفسد. هذه عمري ما سمعتها. صرات لي كيما تصر الناس كامل موتور حب يقولها تسالي له انتيا. والطونوبيل وين راهي؟ الطونوبيل راهي في الكراج، وغدوة الصباح ان شاء الله على بروميير نديها للميكانيسيان. صافا دروك. وهذا الموتور قداش يسوى؟ ما تقوليش 10 ملايين اللي ديتهم الخزانه. هيا يا بركه يا الزين يا رحم باباك. واشنو هذا؟ شرع اونكات تحقيق ولا واقيلا راكي تتهمي فيا؟ ما رانيش نتهم فيك، حبيت نعرف برك واش درت بالدراهم. هذا ما كان بركه شدي فمك. اسمعي، دراهمك يرجعوا لك بالسنتيم هكذا تحبي؟ ما تفهمنيش كيما تحب انت. انا نحبك تقول لي الصح. كل شي غير الكذب اللي ما نحملوش. الخبر يجيبوه التوالى. تصبح على خير. صباح الخير مختار. صباح الخير عزيز. واش انت لاك طيب القهوة؟ نبيلة ما ناضتش. أمال فهي طيبها لك مع الصباح. نبيلة راهي عيانة والطبيبة قالت لها لازم تعسي على روحك قد ما تقدري، ولازمك ما ترفدي ما تحكي. الله يسترنا الجيل تاعك تخشي مخدومين بالكفريط. احنا بكري ولدنا وخدمنا، وراك تعرف الخدمة تاع زمان ماشي كيما درك كلشي تساهل. ماشينا لاضيل خبز من عند البولونجي. احنا بكري الغسيل والعجين وكلشي باليد، وهكذاك عمرنا ما شتكينا. ما عندي لك نفهمهم يا اما يا فتاح يا رزاق. يا قهوة واجد جوزي شرب قهوة ونزل بها. اسمع يا وليدي، المرأة ما يلزمش تحلها العين. اليوم تطلب منك تطيب لها قهوة، غدوة ما تقدرش تعرف واش تطلب منك. على حسب ما راني نشوف انت وكاهنة درتو جمعية على راسي. ماينا ما تخافوش ربي شوية. 4 سنين يا عجب، 4 سنين والمرأة ديالو. وكيف رجعني يا ربي؟ حبيت تنحولي الفرحة اللي راهي في قلبي. قهوه اشربوها انتوما كاع. مختار وزعت علاش؟ مختار عزيز الشيطان يشرب قهوتك. اخي شبيه هذا ياكل في روحه مع الصباح؟ راهو معايا.
معاك ربحت كي عاد يدلنا لك. هذه ما تكون غير هي عمرات وكرافي وغير فطن جاي صولي. واش درتي له انتيا؟ صبتو يطيب في القهوه. قلت له علاش انت اللي راك طيب فيها؟ علاش ما نردش نبيله؟ هذا ما كان يا اخي كلامي ما كانش منها. المختار يطيب في القهوه. والله غير هذه شابه. ومن وقتاش يما؟ من وقتاش؟ الطبيبه قالت لها ما تتحركيش على خاطر هي مريضه. والمغبون وامنها يما. هي امنها. تعرفي لو كان ما لحقتيش به بلا شك كان ادالها سنين واحد تلفرش. لا 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 احشم منك بارك. يا يما انا نقول لك صح صح ما تستغربيش كي يجي نهار وين تشوفيه مكبوب على فمو ويحك في سروالو بالشيطة. اوه حتى انتي رزقة. يلا شربي قهوتك وخليني نوض شغلي. صح سيسا سيسا نوضي لشغلك. تخافي تتأخري على الشغل تموتي على الشغل على خاطر في دارهم خلت زينب الخدامة وكي جات لهنا لقات عايشة الخديمة. يا يما لو كانت تعطيني الحكمة في يدي نجوز لها لارمي نحي لها كاع هذيك الفشوش وتسيتيت ديالها. خير رضا ولا غير خلعتني. اويت ما وليت نخلع انا. لا لا ما قلتلكش هكذا. ما درتش في بالي برك نشوفك مع الصباح هذا ما كان. على حساب ما راني نشوف ما فرحتيش كي جيت نشوفك. وش بيك شما قلتلك؟ خدمتش اليوم؟ نخدم. نجم نعرفها قداش تكملي؟ على 12. على 12 نجي نستناك عندي هضره معك. سي با لا بان تشقي روحك. علاش؟ على خاطرش عندي شغل معايا مع 12. راني نشوف فيك تبدلتي صابرينا. ما عندهاش بزاف كنتي ما تقدريش تفارقيني. ودوك وليتي ديري كلش باش تفيتيني، تنجمي تفهميني علاش؟ ما كاين والو، ظروف هذا ما كان. ظروف تعملي مليح تصارحيني وتقولي لي لا فيريتي. الوقتاش تهربي مني هكا لازم لي نعرف. قولي والو دوزو تفاصل راني فهمت. اذا كانت بدلتي من جهتي كاينه سبه وماشي محال يماك يا لا تعمر فيك عليا. راك غالط يما ما عندها حتى دخل. شو تفي دي زيدي على بالك؟ ما رانيش غالط يماك تبدلت بزاف من جهتي هاد اليامات. مره ما تقولي صباح الخير ومره ترد روحها ما شافتنيش. الكره والحقد باينين في عينيها. راك داير واحد الحوايج في راسك ما كاش كامل منهم يا رضا. من جهتي يماك صحيتي بالك راني غلط. بصح انتي صابرينا تقدري تفهميني علاش تبدلتي بين دقيقه واختها. صباح الخير صابرينا. صباح الخير هذا
سافا سافا سافا. فريال جبتي لي معك الكتاب؟ ايه جبته راهو في الساك. عطيه لك دوكا ولا تخليه من بعدا؟ لا 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 خليه من بعد خير. بون هذاك هو مشي نروحو كيما تحب. ايه مشي. خارجه انا رايحه نشري لا دوبلوغ والخيط لا روب دو فيونساي تاع جارتنا. على بالك بلي الفيونساي تاعها السمانه الجايه وانا مازال ما كملتهاش. ايه مالا استني سيهم كي تدخل وروحي معاها. راكي تعرفي مختار ما يحبش كي تخرجي وحدك. يما راني كبيره ونعرف صلاحي. المختار يراي على مرتو يكفيه. ها هم الدار والشغل من فوق والضرب ونزيد الخرجه بالعسه. يا اخي حياتي يا اخي. اما لا روحي وما تبطيش باش تولي تعاونيني في الفطور. علاش ما تطلبيش من عروستك العزيزه تعاونك؟ حتى انا مشغوله ما عنديش الوقت. ايه راهو وصى عليها قبل ما يخرج. نصبروا هذا مكان. صبري وحدك احملي وحدك. انا ما قدرتش خلاص. واذا كان السي خويا المختار حب يفشش الغزاله نتاعو ما فيها باس يديها عند يماها. واش يقولوا علينا الناس؟ قبلتي كهينه. واذا صبرنا وحملناها على وجه خوك ماشي عليها هي. هذه ماشي خدمه هذه. واش بيك رضا؟ ماشي من عوايدك. وزيد من اللي بدينا الجلسة نتاعنا ما تقطب حتى كلمة. اللي يشوفك يقول ما راكش معانا. عقلك راه بعيد بعيد. والله راني غلط. اه لا لا ما كاين والو صابة صابة. ماشي ظاهر عليك. المفروض تكون مرتاح ونشيط بعد الكونجي اللي خديت. وين راه الحماس نتاعك يا رضا وين؟ رفيق. اسمح لي سي المدير حتى انا ما على باليش بهاد اليامات. بون زيدوا درسوا مليح هذا الملف ونرجعوا شوفوني نهار السبت ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله على ربي. رانا ندرسوها انا وريضه مع بعض. تقدروا تروحوا. صح سي المدير. رضا غير خير. رضا اليوم ما راكش في حالك. على بالك حتى المدير فاقدك. صباح غير دخلت البيرو شفت وجهك سي باسا. واش كاين غير خير؟ هاي 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 روحوا ريحوا احكي لي واش كاين. هاي حقا رضا صبرينا فرحت بكادو اللي درت لها. ما مديتهولهاش. علاش؟ ما شريتوش؟ لا لا شريتو. وكان رحت فرحان باش ندولها. شتها من البعيد ركبت مع واحد في الطوموبيل. في الطوموبيل؟ شكون اللي كان داخل؟ واحد السيد عمري ما شتو. اي بصح واش يكون هاد السيد؟ هذا ما يعلمك ما على باليش. هذاك واش راه يقلق فيا؟ راني مدوخ ملي شتها وانا كل مهبول ما لقيتش كاع روحي. على بالك بالك واحد الفاميليا تاعها ولا شكون يعرف؟ ما شكيتش. كان واحد يقول لها كان هضرت لي عليها من قبل. وانت واش خممت؟ ها هو يا خويا رفيق هذه ما تكون غير معرفه جديده. اسمع رضا في رأيي
ما تجرب روحك، ما تخمم بعيد، بالك معرفة جديدة وبلا ما كاين والو بيناتهم. هبلت رفيق، ما عندها حتى حق تركب مع واحد وهي مخطوبة، شبيك؟ هنا عندك الحق. لا كل حال لازم عليا نعرف كلش. يروح لها وش راك تستنى باش تسقسيها؟ حقك يا صاحبي حقك. الله اللي راهي في الزري ما تطفاش حتى نعرف الصحيح. ايما مسكينه تعبت بزاف في حياتها، تعرف عملت لامبوسيبل باش تربيني وتلحقني الجامعه. ايوي 30 سنه خدمه المراه ماشي حاجه سهله، راك عارف خدمت 20 سنه كوم انفيرميير و10 سنين كوم شيف انفيرميير. بصح الحمد لله قعد لها عام وتدي لها روتريت. اذا عليك تحبيها بزاف وتتفاهمي معها مريم موسي تان غران بليزير. يشوفكم في زوج ما يقولش يا يمك وانتي بنتها. تظهروا باللي خواتات. با حكيتي لي بزاف على يمك، بصح باباك ما نعرف عليه والو. بابا ويمك تلقوا كي كان في عمري 3 سنين، دايغ ما شفاش بابا عليه. علاش طلقوا؟ تلقوا على خاطرش ما حبش يخليها تخدم وهي ما قبلتش. ما شتش في كلمته قبل الزواج، كان وعدها باش تخدم ومن بعد دار عليها. على هذا اللي تلقوا مكتوب ربي. الله غالب اللي فات مات وما نقدروا نرجعوا فيه والو. المهم المستقبل على بالك وين راح نجوزوا شهر العسل؟ مازال ما قلتليش رشيد. في فينيس. سي با فغي رشيد، منك بصح؟ بيان سور. لا وزيد لك حاجه، راح نكري شالي في بالما، نجوزو فيها انا وياك لي فاكونس دو ليتي. يا رشيد ما تقوليش راني النوم. ما راكيش تنومي. لا غير نومي، لخاطر بلا ما تتوعك كامل راح يتحقوا ويرجعوا كيما نقولوا هنايا واقع. ان شاء الله يا رشيد ان شاء الله. بصح دوماج انت راك رايح اون فواياج. لا تخميش وش بيك، هذا الشهر راح يجوز بي فيه، وانتي ما عليك غير تحطي راسك في الامتحانات تاعك. داكور؟ عندك الحق حقا. هكذا لو فول تاعك على الخمسة، مازال عندنا شوية وقت. واش تقول لو كان نجي معاك لايغوبور من بعد نولي في تاكسي؟ فكرة تخي بون ايدي. داك صح. هانو رضا رضا سمحي لي الا قلقتك. صبرينا دخلت ولا مازال؟ ايه مازال ما دخلتش. كيفاش هذا؟ ساره قريب 8 تاع الليل وهي مازالها برا. بالك عندها شغل، كاش وصاي عندك قول لي وكي تدخل نخبرها. لا ما يشقاش، هاني نعاود نعيط لها ومن بعد. ولا نقول لك كي تدخل قول لها تعيط لي. يا اختي صامت. أحاول الاتصال بمارسيا. أنا هورتنسيا روبين، أين مارسيا؟ لابد لك أن تعثر عليها. يجب أن نعثر على فرانسيسكو وأليخاندرو. جولاندا حالتها خطرة روبين. شتي واش صرا لها؟ راقب الضغط. مسكينة إن شاء الله برك تسفك. كلمت مع روبين، مارسيا ليست هنا. مس الخير نبيلة. مس الخير مختار، خلعتني. اوه الو ليك، لبالك هالديا ما دني شوفيك بوخي بزاف. انا هاديش اللي كنت قاعد عليك. يعطيك الصحة مختار،
وهذه هي الماركة اللي تحداها. هي بدها تعرف تخير. والله غير درت في بالي نشري قرعة ريحة. سبحان الله تقول شي قريت في خاطري. لا أكذب أليساندرو عليك، فإني سوف ألفك هذا لأختي إن لم تكن هي حقا. وترن انتم نوايا 100%. يا ولفي نتاع الصاح راه يلعب في الصال دو بان وانتم قاعدين هنا لاخبار تتفرجوا في الفيلم تاع التلفزيون. كيف يمكن ان اتهم باختي رغم براءتي؟ كاهينا لا خلينا نشوفوا. واش بك كاهينا؟ واش خضعك؟ واش خضاني؟ سي خويا راهي فشش في الفنيانه ديالو، جاب لها واحد الكادو. واش نقول لك يا يما؟ قرعه ريحه ماركه. تعرفي يا سهام لو كان نقول لك على الماركه تاعها دوك طيحت نصرعي. لا لا يعني الحق الحق، والله غير يما هذا عيط لها بدعوه الخير تفنيت والريحه من الفوق. احنا ما كان ما راحلنا يهنيونا برك. حبيت نفهم حاجة برك يما، يرحم والديك قولي لي علاش ما جابها لكش لك انتي؟ يا كنتي يما ولدتيه وكبرتيه وربيتيه حتى وين دار ركايب. يا سيدي ماشي لك، وعلاه ما جابهاش لسيها؟ وسيها مسكينة اختو صغيرة وعلا ما يجيبها لاش. يا سيدي ماشي انتوما وليا انا، وعلا انا ما نستاهلش قرعه ريحه ماركه؟ ها ما نستاهلش. شفيتي يما؟ ها ماشي انا وسهام اللي كنا نغسلوا له حوايجو ونحدوهم حتى يعواج ظهرنا؟ ها والحاجه اللي تشهاها تحضر، نسيتي؟ مس الخير عليكم. مس الخير مختار. نجيب لك تعشى هنا ولا تحتاجها في الكوزينه؟ ما كان لا كانت شكاوى في العجوز، تعشيت برا. صح. سهام، إلا عندك شوية وقت حدي الحوايج، غدوة الصباح عندي شغل بكري. حطهم وليدي ومن بعد نحدهم لك. يعطيك الصحة العجوز. سهام بنتي عايشك. حدي له حوايج أختك. صح بنتي. هذه ما تدخلش في الراس. كيفاه يخاف عليها حتى باش تحدد له حوايجو؟ هنا مرقها. هذا والو، مازال الخير القدام. مادام الغزاله نتاعو راهي بالحمل لازم علينا الكل كيما رانا نشبعوا المرار. ومازال ومازال وتقولوا كاهينه قالت. وقينا عندها الحق. انت ثاني راكي تشعلي في النار. علاه يما النار هذا وين شعلت؟ عندها شحال وهي لهبة في جنابكم وانتوما الاخبر. بصح مينا عندها واحد السياسة ما تقبح ما تسب، بصح اللي في راسها تديرو. شكون يقول مختار المنرفي والواعر تقدر له نبيلة؟ شابو. هادو السحور والعقاقر واش يديروا يا سهام يا اختي. يما وعلاش ما ترايش عليه يروح يشوف كاش طالب يقلع هذا الهم اللي عليه؟ واش بيك هنا هبلتي؟ حبيتي تقلبي علينا الدار؟ وانت شكون قالك بلي بيه السحر؟ شنو شكون اللي قال لي بيه السحر؟ وعلا ما كنتش تشوفه ولا غير انا راني نشوف؟ ما كنتش تشوفه كي راها معاها كذيك النعيجه؟ راهو كبير ويعرف صلاحه. اذا كان بيه السحر ما عليه غير يفيق وحده. انا ما كان ما راح لي فيهم. كيفاه كيفاه ما كان ما راح لك فيهم؟ على خاطر ماشي حنا اللي قاعدين نخلصوا هنا. قولي خفتو يا يما نفهمك، ما فيها والو. هوا انا نروح نرقد على روحي. صبحوا بخير. الله يهديكم يا ولاد عائشه. الله يهديكم. كونتيز هكذا معاولة تسافري وتخلينا؟ ما نقعدش بزاف شهر هذا ما كان. ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال نتمنى لك ايام سعيده ومليحه ان شاء الله. وما تنسايش
تسمي على بنتك سوسو. ما تنسيش ثاني تبعتي لي دغيا بالكارت بوستال من جنيف، على خاطر جنيف عندي فيها ذكريات والله ما نسهم. كن متهني في عتمان. الله يعيشك. انت ثاني سافري معها؟ لا لا ماشي. ما تروحيش مالا ساعه ساعه ودي زورينا ان شاء الله. يعطيك الصحه. تسلم. مالا تروحي لنا بخير وترجعي لنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله ساعه عتمان. يس. تصبحوا بخير. تفضلوا. يا سامح هات تليفون ليا، مش بيكتكم في راها. وين؟ الو رضا، عام باش ترفضوا التليفون. لا لا ما سمعنالوش برك هذا ماك. صح صح صح. اسمع قول لي ماك باللي راني نطول اليوم العشية. على خاطر على خاطر عندي الغاشية، الله غالب راني لهنا. صح. أفكر به بالرغم من كون أليخاندرو شخصا مبيعا إلا أنه سوف يجانب. أسرته من الدرجة الاجتماعية حول أمر يتعلق بأسرة فاردو في جرير. تخيل معي وضع هذه المرأة. ألو هذا أنت تاني؟ كنت راقدة. سمحي لي إلا طيرت عليك نعاسة. صبرينا دخلت. إيه دخلت. بصح دخلت قبل الفراش ها؟ أو ديجا وما قلت لهاش تعيط لي؟ إيه قلت لها مسكينة العشاء تانت ما تعشاتوش. قولي لك ما عندك وصايا قولي ومع الصباح بربي قول لها. لا لا ما يشقاش هاني فهمت. هاد المرة راهو فهمت.